هاي، انا دينا سكر من مصر، مشتركه عن فئه لايف ستايل. جاني سؤال من نوال من مصر بتطلب مني ان انا اختار حد من المشتركين واديله تحدي، فانا قررت ان انا اختار نسرين. بما انها عن فئه الطبخ فانا قررت نستغلها شويه واخليها تعمل لي بيتزا. ما تنسوش تتفرج على كل فيديوهاتي على اليوتيوب، لان كل فيو زياده بيزود فرصه ربحي بالبرنامج. بصراحة ما عم تيجيني مهمات لا اقدر اطلع موهبتي، فانا كنت بجرب اعمل ايه بقى، انا هحرقها بقى اقولها لك وخلاص. مهمتك يا فرح رح تكون ماركت كونسيلر، طلبت منك فيديو بتعطينا فيه طريقة وضع الكونتور. أول ما سمعت المهمة تبعتي مش كتير حبيتها، لأنه حسيتها شيء كتير سهل، وكنت بتمنى مهمة تكون شوي أصعب من هيك. هو برنامج مواهب، مفروض أنه هذا الشيء عم يطلع مواهبنا، بس بصراحة ما عم تيجيني مهمات لا أقدر أطلع موهبتي. أنا كتير في أشياء بعرف أعملها، بس عم تيجيني مهمات كيفية وضع الحمرة، كيفية وضع المسكرة، يعني هي أشياء أنا بعملها من عمري 10 سنين. هاي شيرين، منيحة؟ منيحة، مبسوطة لأنك عملتي لي فولو. إيه؟ أنا انبسطت كتير بسؤالي، كتير حلوين. ثانك يو. فرح، شو رأيك بتعزك هذه الجمعة؟ يعني حلوة، بس ما بعرف، يعني إنه بدي أعملها بطريقة إنه حلوة بس إنه كتير انعملت. هو الكونتور هو ذاته يعني صار له بنعمل من مئات السنين وما فيه يعني شيء جديد. أنا مثلاً personally قديه بيحط قدامي فيديوهات على الانستغرام يعني عن الكونتورينج، بس بكل فيديو كتير 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 مهتمه اني اشوف، دائما اشوف واعرف وشوف ايه بيعملوا. اليوم اتصالي مع شيرين كان كتير لطيف. بما اني انا كنت شوي حاسه انه المهمه شيء كتير هين، هي قالت لي لا كتير في ناس بهمهم موضوع الكونتور وهو شيء كتير مهم، فشجعتني عليها شوي. بديك الفيديو فيك تحكي عن اهميته، اكيد بيساعدنا على تخطيط العيوب مثلا من الخالب اللي فينا نظهره، الخدود، التشيك بونز كيف بينه، شو بعد الحنك. بعرف انت هدول التريكس تبع الكونتورينج. شو بتعطينا نصيحه عن طريقه التصوير؟ يعني اقرب مني بشوي صغير عشان يبين. صح، هلا اكيد انت عم تعمل الستاب على خدودك، لازم تكون شوي تكون قريبه، اخر شيء قاعدين لازم القادر كله يبين، بس كمان قريبه لازم تكون. خلص ان شاء الله هلا راح اجربهم، بشوف مين في حدا من البنات فيني اعمل عليه الكونتور ولحتى ابلش تصوير. خلص اوكي فرح، يلا جود لك هالجمعه. شكرا شيرين، باي باي. كيفك فرح، شو اخبارك؟ منيح الحمد لله. كان ترتيبك بالحلقه الاخيره. لساتك متضايقه من هالموضوع ولا طلعتي؟ انه اكيد بكره حتضايق اذا كان الفيديو، انه الفيديو تبعي اللي قدمته ما كان هالقد قوي، بس خلص ان شاء الله ناويه الفيديوين الباقيين انه ارجع مثل قبل.
أكيد يعني بدك ترجع تعطينا نفس الشيء اللي تعودنا. أستاذ توني قال إنه كان أسوأ فيديو إليك بالبرنامج. يوم أنت بتاخدي عندي أنا شخصياً أوطى علامي حطيت لك إياها من وقت بلشتي لليوم. من الفيديوز اللي قدمتهم ممكن يكون معها إنه هو أسوأ باللي قدمته، بس مش إنه هو أسوأ فيديو لا، بس بالنسبة للي كنت بقدمهم يعني. إيه أكيد. الشيف غادة قالت إنه ما كتير كانت متحمسة للفيديو تبعك. بصي الفيديو حلو بس خلاص كفاية يعني، إنه يعني ابتدينا ندخل في مرحلة كله شبه بعضه. بتوقع هي ما كانت متحمسة لأنه فيديو نصائح. فيديو النصائح يعني بشكل عام هي مش محبوبة، بس أنا كنت يعني ملتزمة بالمهمة. الفناني وعد قالت إنه ما كتير عطيت أهمية على الكريم على الواقي. فشو رأيك بهالموضوع؟ أنا كنت أتمنى شوية تركزي على الكريم الشمس أكثر، يعني كان هو آخر فقرة ومرة صغيرة لو كنتي ركزتي على، لأنه أنا راح دخلت في الموضوع وصرت أشوف إيش حنسوي وإيش حناكل، نسيت إنه الموضوع كريم الشمس عرفتي، فيريت كان ركزتي عليه أكثر. بس هي ماركة وقي شمس طلبت مني أعمل فيديو عن نضارة البشرة بشكل عام، وأنا بحس إنه بهاي الطريقة هي يعني تعتبر كإنديركت ماركتينج، ناس حتقول آه أنا محتاجة وقي شمس، بس لما بتحط كل التركيز إنه وقي شمس بتبين زي كأنه أنت يعني عم تعمل دعاية للبرودكت، وأنا ما حبيت هذه الطريقة. تتوقع إنه لجنة الحكم رح يغيروا تعليقاتهم لإلك بالمهمة الجاي؟ بصراحة يعني مش رح يكونوا مبسوطين مني بالمهمة الجاي، لأنه أنا مش كتير مبسوطة بحالي، نفسيتي ما كانت كتير منيحة وأنا بعمل فيديو، فما طلع مثل ما أنا، فيعني أريد أنا عارفة مش كتير رح يعجبهم. بتمنى إنه لو كان في معي وقت أكتر لحتى أحضر props، أعمل شيء، دخل حدا معي مثلاً بالفيديو، بس هالمرة ما قدرت أعمل شيء، فعملت إشي يعني كتير بسيط، حطيت الكاميرا قدامي وعملت الميك اب. خايفي للحلقة الجاي ولا حاطة ببالك إنه تطلعي بالمرتبة منيح؟ يعني مرت علي هيك فترة صعبة، نفسيتي كانت شوي محبطة، خلص هذا آخر فيديو هيك رح أقدمه، بعد هيك رح أرجع للمستوى الأحسن. أكيد هي دائما كل إنسان بيمر عليه فترات، وأنت رح ترجعي مثل ما عهدناك قوية دائما يعني، قوية ونضيرة. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. مكاوي السلام عليكم. على طول on the go. بارك لي أخذت المركز الأول. عمار، مجموع علاماتك بحلقة اليوم هو 25/30 وأنت بالمرتبة الأولى، برافو. حسيت إن المرتبة الأولى المرة دي تأخرت شوية، كان نفسي إنها تيجي في قبل كده في الحلقات اللي فاتت. مش مشكلة، المهم ان هي جات، اهلا وسهلا بيها، انا فرحان بيها دلوقتي. المهمة بتاعت المرة دي بقى مكاوي، المفروض ان هي سهلة بس انا بالنسبة لي صعبة جدا. ليه بقى؟ موقع متخصص بالتكنولوجيا طلب منك فيديو بتستخدم فيه 6 فلترات من سناب شات. يعني انا بهتم اكتر بالفيسبوك والانستجرام وتويتر، بس عمري ما استخدمت خالص سناب شات، ما اعرفش عنه حاجة خالص يعني. ما نزلتوش حتى اصلا؟ لا نزلته، بس هم طالبين مني، المهمة طالبين مني 6 فلترات احطهم في الفيديو بتاعي. السناب شات اللي انا نزلته ما فيهوش ولا فلتر. اللي ضايقني فيه جدا بصراحة ان هم مش بيدوا للفيرست يوزر، المستخدم الجديد ما بيدولوش امكانيات كتير، فانا عشان كنت مستخدم جديد ما ادونيش غير فلترين بس من 6 اللي لجنة التحكيم طالباها مني. سألت زمايلي قالوا لي استخدمه اكتر وانت هتاخد فلترز اكتر، فانا دلوقتي عمال استخدمه وعمال اصور نفسي كده عشان يعني يدوني شوية فيسز وحاجات مني. بص يا سيدي، أنا ناوي أعمل فكرة جديدة خالص، أستخدم كل الكاركترز، أطلع أنا بست كاركترز يعني بست شخصيات، وأعمل نفسي بكلم كل واحد. بس في حاجة كنت عايز أعملها بقى في وسط الكلام ده كله. إيه بقى؟ في أوبشن من الأوبشنز اللي في سناب شات عبارة عن إنك بتعمل سويتش للفيسز، للوش، تحط وش حد الوش حد. فانا كنت بجرب اعمل ايه بقى، انا هحرقها بقى اقولها لك وخلاص. تمثيل حد من الحكام، حد من الحكام فعلا. انا كنت عايز احط توني خليفه عجبته الفكره جدا، قعد يضحك، فانا اتشجعت وهعملها بقى وهتشوفوها بقى، ربنا يستر. انا كتبت السيناريو وكتبت نصه كده، فهكمله للاخر وبعد كده ابدا اصور بقى ان شاء الله. خير يا رب ان شاء الله.
بمنتهى الصراحة أنا قلقان شوية، مش عارف إذا كان الموضوع هيطلع حلو ولا لأ، هو مش لايق عليا خالص، بس أحاول أطلعه على قد ما أقدر زي ما أنا عايز. إزيك يا عمدة؟ تمام، إيه الأخبار؟ زي المرتبة الأولى. كويس؟ مبسوط؟ إحساس طبعاً جميل، وحاسس إن أنا يعني تعبي ربنا عوضه خير يعني، فأكيد طبعاً مبسوط قوي يعني. طيب شو رأيك إنه بعد 9 فيديوهات شافهم الأستاذ توني، يعني قدرت تعرف هلأ مثلاً شو نوع الكوميديا اللي بحبها هو؟ توني خليفة اللي يعني كلمة الشكر أو المدح بتبقى عزيزة قوي، بتطلع بالعافية يعني. فلما بيقولها بحس إن أنا يعني عملت إنجاز كبير يعني. ما قهقهنا من الضحك، بس كنا عم نحضره بفرح يعني، النكتة حاضرة بمحلة. برافو برافو إيمان. الفناني وعد آخر شيء كانت عم بتقول إنه يعني ما قهقهت بالفيديو، بس أكيد حبته مثل العادي لأنه هي كل فيديوهاتك بتحبهم يعني. مع إنه ما ضحكتني كثير، بس ضحكتنا بطريقة إنه إحنا ابتسمنا يعني، أنا تعرفني لازم ها ها ها، بس إنه حلو الفيديو، والحلو في الموضوع إنك أعطيتنا اللي طلبوه منك بالأد. قدرت تعرف شو نوع الفيديوهات يلي أو شو نوع الكوميديا يلي عن جد بتضحك لشيف غادة التلي؟ غادة التلي بس عشان هي متأثرة شوية بالثقافة المصرية، عشان والدتها مصرية، فهم الكوميديا النوع بتاعي قوي. تصدق أول مرة أقهقه. كتير حبيت الفيديو، حسيته كامل متكامل، وبرافو عليك، وقهقهت برضو. مش هيك قهقه. قديش بتتوقع ترتيبك رح يكون بالحلقات الجاي؟ حاسس ان انا عايز احافظ على المركز الاول. هل ده هيحصل ولا لا؟ انا بعمل اللي عليا، وفي الاخر زي ما قلت لك الموضوع نسبي. حبيبي يا ايمان. يا عمده. ماشي. الصداره للعمده. الله يخليك. يعني تعبان كتير، مراهق بزاف، هو فيه شوية جروح يعني، حنا في حالة حرب. بمناسبة عيد استقلال الجزائر، موقع إلكتروني طلب منك أغنية وطنية. وأخيرا أعطوني موضوع يخص بلدي الجزائر، ففرحت فرحت بزاف. بس هي حرب الجزائر يعني من زمان كتير صح؟ 1962 خدنا الاستقلال. والحرب يعني من 1830 هم دخلوا فرنسا، يعني أكثر من قرن. واندلاع الثورة كانت في 1954. هلا أنا ما حطيت لك مرايات مشان تتفاجأ بالآخر، بس نشوف. سيركيز. في الحقيقة في الأول جاتني فكرة نعمل مشهد تمثيلي عن شهيد جزائري، مجاهد جزائري راح يستشهد كرمال بلده، وراح يكون يعني نوع من القساوة يعني من جانب العدو الاستعمار الفرنسي، ويكون المجاهد الجزائري يعني عنده القوة ويشوف يعني مستقبلا انه الجزائر راح تستقل. وفي الاخير راح اعمل تحيه للعالم هيك يخلص المشهد، يبين العالم الجزائري طالع. تتخيل في حدا من الحكام راح يعيط او شيء؟ مش عايز اعملها يعني، خوف اصلا، خوف من الكرب. بس كثير بتاثر يعني، تشوف بني ادم على مشنى او حرب وهيك. بس عارفه يعني يمكن المشهد الاول راح يكون هيك، بس بعدين راح يكون فرح واعلام. وعارفه هو المستشار انتي لما حكيت معه اقترح علي تاني اغاني كثير. يوسف كثير فنانين غنوا للجزائر في عيد الوطني لهم. نصيحة مني لهالاسبوع، الاغنية الجاية اللي رح تعطيك عنوانها هي اللي بشوفها انه بتلبق لصوتك جدا ان شاء الله، ولطبيعة غناك، اللي هي بلادي هي الجزائر. ايه بلادي هي الجزائر، فكرت فيها. بلادي الجزائر. نحب الأغنية جدا. شابة بالزوف. لازم يكون فيديو حماسي. ايه. يعني مش مثل الفيديوهات اللي كنت صورها من قبل. ممكن تدخل عن الفيديو صور أرشيفية تعني للجزائر، صور وطنية. اوكي. ولا. لازم يكون فيديو بي حماسي. أنا عندي فكرة على فيديو إن شاء الله يعجبك ويعجب رجل التحكي إن شاء الله. مبين في خارج من الحرب ولا لسه؟ لسه. لسه داخل الحرب. إلى لما غمضت عيني هيك ورحت على المراية وشفت نفسي تفاجأت كثير. يعني حسيت نفسي حقيقي مجروح، وفي ضرب، وفي يعني كدمات على الوجه، فيعني تفاجأت كثير، وشغل يعني كان مليح كثير كثير مليح.
أوه يعطيك الصحة والله غيمو، يعطيك الصحة قلبي الحقيقي. يلا فكرت نروح عند الشباب ونعملهم مفاجأة، مفاجأة صادمة. دي اللي عامل لك دي جامده جدا. انا موهومه بجد من كتر لا فظيع.